ناخذ واحد الامر الذي لم يعد الناس ينتبهون اليه كثيرا، وهو من اولويات الدين، وهو الصلاه. هاد الحياه فين ما نمشيو عندهم يدودون على الصلاه وكذا، راه غادي نقول لك على الصلاه تموت وتنموت، لان راه ملي غادي تموت وانت مسلم تعلم يقينا انك سوف تلقى الله، راه اول ما تجده بين يديك تسال عنه راه هو الصلاه. الصحابه رضي الله عنهم علاش كانوا يعظمون هذا الامر؟ الصحابه كانوا شحم ولحم ودم وعصب، وتحنا كتشحم ولحم ودم وعظم وعصب. راه المكونات الفيزيولوجيه اللي كانت عند الصحابه هي المكونات الفيزيولوجيه اللي عندنا هنا، الامكانيات اللي عندنا احنا، والذي لا رب سواه. والله ما كان عشر معشارها عند الصحابه. هتقول لي علاش عاوتاني كترجع لنا للصحابه وتقارننا بالصحابه؟ لاننا امرنا في القران الكريم باتباع التجربة البشرية التي خاضها الصحابة لتنزيل الدين عن الواقع. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أثنى الله عز وجل على تجربة بشرية. ومن يشاقق الله والرسول ويتبع، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، احنا كنتكلموا على تجربة بشرية اللي هي تنزيل واقعي لنصوص القرآن والسنة على الواقع. إذن احنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن ما يجيش واحد يقول لك لا راه الثقافة لا دين لها ولا وطن لها، وحنا ناخذوا التجربة ونديروا داكشي اللي بغيت. لا 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 لا، الله عز وجل حدد لنا واحد المسار معين، وأثنى على أناس علموا كيف ينزلون هذا الواقع، هذه التجربة الدينية على الواقع، ونزلوها أحسن تنزيل، واستحقوا الثناء من الله عز وجل. بلا غنجيو نقلبوا غنلقاو الصلاة هي أكثر ما كان يشغل بالهم. الحرب نيضة والحرب نفسية أكثر ما هي حرب بالسلاح. في غزوة خيبر، في غزوة عفوا غزوة الخندق، غزوة الأحزاب السنة الخامسة للهجرة، ملي جا سيدنا عمر تيجري قال لي يا رسول الله، قال لي والله ما صليت العصر إلا لما قاربت الشمس على المغيب. قال لي أنت قد صليتها يا عمر، والله لقد شغلونا عنها. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هادو كانوا محاصرينهم وحابسين عليهم الماء والماكلة والمونة وكذا، وفي أي لحظة يقدروا يدخلوا. وما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما شغلوهم عن صلاة العصر. قال لي ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة وحدة في يوم واحد. وكان الحال على ما لا يخفى عليكم، لوحد الحرب وحد الحصار وحد الترقب. اليهود بني قريظة في الجانب الخلفي للمدينة، الجانب الشمالي للمدينة، معولين على الغدر، نقضوا العهد. قدامهم ما اجتمع جيش للكفار بذلك القوام قبل ذلك، 10,000 مقاتل ما بين غضفان وما بين قبائل بكر وما بين قريش. وداخل المدينة المنافقون يفتون في عضد المسلمين. محمد كان يعدنا قصورا كسرى والمدين وكذا والشام، ونحن لا يأمن أحدنا على أن يذهب لقضاء حاجته في الخلاء. يفتون في عضده. لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وسط هالشي كله قل شي واحد دابا يقول لي يلا نمشيو نصليو، قالوا خدنا عصلة يقولها الناس فيما هو أدنى من هذا، والله فيما هو أدنى من هذا بكثير. فملي كنجيو قلب على غير القرن ما بين يعني القران عفوا ما بين الصلاه والزكاه في القران الكريم فيما لا يقل عن 80 موضعا. اما درت اقيموا الصلاه، يصلون، كانوا لا يصلون، يصلون، هذه كانوا لم نكن من المصل. ملي كيجي الله عز وجل وكيتكلم على اهل الجنه يقول يتساءلون عن المجرمين، وصفهم بالاجرام، عن المجرمين ما سلككم في سقر. اول حاجه ذكروها قبل أن يقولوا كنا كافرين، قالوا لم نكن من المصلين، لأنه الأمر الذي قد يوجب به الله عز وجل العذاب على المسلم التارك لصلاته وعلى الكافر من باب أولى، فيلتقيان في النار، نسأل الله العافية. وإن كان المسلم الأصل في أنه لا يخلد فيها، لكن بسبب ترك الصلاة تولي في حلوف حل الكافر في مرتبة واحدة. قالوا لم نكن من المصلين، عاد جات من وراها الخير المتعدي، ولم نكن نطعم المسكين، وجات من وراها تضيع الوقت، وكنا نخوض مع الخائضين، عاد جات من وراها وكنا نكذب بيوم الدين.